بعد أن فجر مفاجأة كبيرة عبر وسائل الإعلام المحلي والعربي بخبر خطبته من الفنانة المصرية الشهيرة حورية فرغلي، أحدث ضجة واسعة في حينها. اليوم يعود الثنائي بالظهور مجددا ليثير الجدل والبلبلة والنقاش مرة أخرى. الإعلامي العراقي الشاب المشاكس نزار الفارس فاجأ متابعيه وعشاق الفنانة فرغلي بفيديو جديد ولقاء ودي جمعهما بعد خلاف تطور بينهما إلى رشق الاتهامات وتهديده بالقضاء المصري وتكذيبها لادعاءاته حول خطوبتهما. فما الذي دار بين الثنائي وما سبب هذا اللقاء؟ حورية حبيبة قلبي، هاي أول أموت عليها، الجمهور العراقي والعربي كله ترى يحبها، أوكي؟ وهي هي طيب من وين أطول منها؟ إحنا قد بعض، بس أكيد هي اسمها بس كامل طبعاً بطول منها أكيد، بس هي أكيد اسمها الإعلامي أكبر بكثير. أنا أحبك حورية، أنت أجمل ما رأت عيناي، فنانة. انت كده هتخليه بس الناس هتفتكر ان انت عايز تتجوزني. احنا اصحاب، فنانة رقيقة، احنا اصدقاء، خلاص مفيش حاجة بينا، الامور كلها تمام، وانا احبها واحترمها والوطن العربي كله يحترم من حورية فرغلي. كل يوم انا الحمد لله في شقة في البلكونة، مش عندك البلكونة الثاني، البلكونة هنا، بص البلكونة خايف، مش اخر، خلينا هنا احسن، تعالي هنا احسن حبيبي. احنا هنا حاليا في السليم، احبها احترمها اقدرها. الله يخليك يا رب، وميرسي ان انت جيت وانا عارفه ان انت عملت كده عشان انت معتبرني حد. انت غاليه اكيد، انت غاليه وعزيزه وقدام الاعلام العربي وبراسك. ربنا يخليك يا رب. حوريه في القلب. شكرا. الاعلام شوي خليه يشوف حالينا بعد، خلاص تمام، كل حاجه 100% تمام. صحابه والله العظيم. حورية حبيبة قلبي، وهي من أجمل ما رأت عيني، وإحنا أصدقاء ونحب بعض. إذن بابتسامة عريضة متبادلة ورسمت على وجهيهما وكلمات مليئة بالحب والصفاء والدفء، عبر نزار عن حبه العميق للفنانة حورية فرغلي في أثناء وجوده في مصر لتكريمه وزيارته لها بشكل خاص، كما نشر فيديو آخر وهو يقدم لها هدية بمناسبة قرب الفالنتاين داي، عيد الحب. هالشهر عيد الحب 14/2، بس حبيت أسبق الكل، إن شاء الله كل أيامنا هي حب وسعادة يا حورية. هذا ورد لعيونك، الله يخليك. Thank you. وكذلك تحديدك حورية، شوف إيش مصحف يحميك من كل شر، أخذت لك لون المصحف على لون الوردة. يا عيوني أنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تقيم عليك حورية فرغلي دعوة أخرى بعد هذه المقاطع، مقاطع الفيديو، وبذلك تضاف الدعاوى الجديدة إلى سلسلة الدعاوى المتراكمة ضدك يا نزار. إن شاء الله الأمور تكون سليمة أو تجي سليمة على قول إخواننا المصريين. إذن بعد هذين المقطعين المصورين، وجه نزار الفارس رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام وكذلك أصحاب البيجات في منصات التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد أي خصام بينه وبين حورية فرغلي بعد اليوم، تربطه بها علاقة صداقة فقط. فكيف تفاعل الجمهور مع هذه الحكاية وبعد زيارة نزار إلى مصر وتسجيل هذه المقاطع الجديدة مع حورية فرغلي؟ نذهب إلى التعليقات ونبدأ من أبو